الإسلام ورسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام بهذه الذكرى الفاجعة، ذكرى هدم قبور أئمة أهل البيت من قبل النواصب والأعداء الباقون إلى هذا اليوم للأسف الشديد. حقيقة يعني المعروف أن يعني قبور أئمة البقيع هي قبور يعني أسيرة إلى الآن للأسف الشديد تحت وطأة المعروفين الذين لا أريد أن أذكرهم بأسماء. لهذا السبب نرى أن هناك الكثير من الوفود من يعني أتباع أهل البيت وعلماء المسلمين الذين ذهبوا فعلا إلى السعودية وذهبوا إلى يعني للنقاش مع أصحاب الشأن في هذا الأمر لكن دون جدوى، وأذكر منهم علماء كثيرين لا حصرا. فلهذا السبب أرى أنه يعني السبب معروف حقيقة. أنا كإعلامي تابعت هذه المسألة ودققت في هذه المسألة وأجد السبب الحقيقي هو سيطرة النواصب على السياسة.